السلام عليكم، بتواصل حديث مع حضراتكم. والنهارده بنشوف السمان الاوروبي، وطبعا في برضو بعد السمان الاسترالي. السمان الاوروبي بيكون اللي هو الاسمر دهوت، والسمان الاسترالي بيكون الابيض. السمان دهوت عمر اسبوع، لسه نازل حالا دلوقتي. طبعا اهم شيء في السمان طبعا واحنا في شتاء بيحتاج درجه حراره لا تقل عن 35 في الاسبوع الاول، وزيه زي اي طائر كل 3 ايام ممكن نقلل من درجه لدرجتين على حسب وضع السمان في المكان. ولكن حبينا نوضح هنا ان احنا جايبين اهو الدفايه بالكهرباء لمبه، عاملين توزيع متجانس وعدد من السقايات ومن الاطباق الفل للسمان، فرشين تبن ناشف جاف، علشان طبعا احنا عارفين ان التبن من يعني الفرشه كويسه علشان الرطوبه. وطبعا يا جماعه احب انوه ان افضل شيء ان احنا قبل ما يجي الطيور بتاعتنا عموما بالنسبه للفرشه لابد ان احنا نكون مدفيين المكان وبما فيه النشاره او الفرشه عشان تكتسب درجه حراره المكان، وان الفرشه بتعمل تدفئه للحيوان من الجزء السفلي بتاعه. فلذلك لابد ان احنا نكون مجهزين الدفايه بتاعتنا، الميه تكون برضو واخده درجه حراره المكان، العلف، التبن او اي ماده لفرش الارضيه. الحمد لله السمان متوزع توزيع عشوائي منتشر في المكان، ونزلنا له طبعا فيتامينات واحماض امينيه وكالسيوم واملاح معدنيه، علشان طبعا هو جاي من سفر، وطبعا بننزل الحاجات دهيت علشان الاجهاد اللي بيأثر على السمان او على اي طائر بننقله من مكان لمكان. ان شاء الله يعني هنواصل الحديث عن السمان بتاعنا، وحبينا نوري حضراتكم اهو السمان وانتشاره وهو بياكل وهو بيشرب وتجهيز المكان ازاي. شكرا لحضراتكم.